أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى الاقتصادية المفصلة من الميادين. إلى العناوين: دمشق تحذر المزارعين في شمال سوريا من استخدام حبوب قمح استخدمتها واشنطن بسبب مخاطرها على الأمن الغذائي والتنوع الجيني للمحاصيل. بعد المحروقات، أدوية الأمراض المزمنة تشهد ارتفاعا قياسيا في لبنان وسط أزمة اقتصادية حادة وانهيار قيمة العملة الوطنية. وفي الاقتصادية أيضا، واشنطن تطلب من الهند والصين واليابان تحرير احتياطيات الخام لديها بشكل منسق للسيطرة على ارتفاع أسعار النفط. أهلا بكم. أعلنت السفارة الأمريكية في دمشق عن بدء وصول 3000 طن من حبوب القمح المعالج إلى الشمال السوري. الحكومة السورية حذرت المزارعين من استخدامه لاحتمال إصابته بآفات زراعية، في وقت برزت مخاوف جدية من أن تكون الحبوب قد عدلت جينيا حتى تصبح المحاصيل غير قابلة لإعادة الزراعة، ما قد يخضع الأمن الغذائي السوري لهيمنة واشنطن. هذا التقرير لديما نصيف من دمشق. الخبر الذي نشره موقع السفارة الأمريكية في دمشق قبل أيام عن إمداد الوكالة الأمريكية للتنمية مزارعين في مناطق سيطرة قصد ب3000 طن من بذور القمح المعالجة ذات الجودة العالية، أعاد فتح ملف أخطر حروب أمريكا على الأمن الغذائي السوري. فإذا كان الخبر دقيقا، فهذا يعني أن واشنطن تتبرع لمزارعي شمال سوريا مما سبق وسرق من البذور التي لا تقدر بثمن من المركز الدولي للبحوث الزراعية السوري الإيكاردا، حيث كان تحت سيطرة المجموعات المسلحة وتم نقله إلى مركز سفالبارد العالمي للبذور في القطب الشمالي. بذور القمح السوري التي سرقت وربما تكون ضمن الشحنة التي سترسلها واشنطن إلى الشمال السوري أنقذت مواسم القمح الأمريكية. فحين كان باحثون في جامعة كانساس الأمريكية عام 2018 يحاولون العثور على حل ينقذ محصول القمح من تأثير ارتفاع درجات الحرارة، عجزوا عن الوصول إلى نتيجة حتى اكتشفوا أن البذور السورية الدوسر هي الوحيدة التي لم تصبها الآفات والحشرات بين 20,000 نوع آخر من النباتات تم تدميرها بسبب تلك الآفات. وبحسب موقع منظمة أورجانيك كونسومر الأمريكية، فقد تم العثور على بذور القمح السوري على بعد 25 كيلومترا غربي مدينة حلب على يد فريق بحثي تابع لمكتب البحوث الدولي للزراعة التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وهي بذور قادرة على التطور جينيا والحفاظ على خصائصها التي تمكنها من مكافحة الآفات والحشرات مع تغير طبيعة المكان المناخية، وهو ما أنقذ مواسم القمح الأمريكي من الدمار والتلف. قبل بداية الحرب كانت سوريا البلد الوحيد في المنطقة الذي كان مكتفيا في إنتاج القمح والشعير، لكن الحرب والعقوبات ونفاذ المخزون الاستراتيجي عوامل جعلتها مستوردا مكبلا بالعقوبات الاقتصادية والحصار، ما فاقم أزمة رغيف السوريين. أما سرقة الإيكاردا فقد حرمت سوريا من الإبقاء على إنتاجها الاستراتيجي من القمح الأفضل في العالم. ديما نصيف، دمشق، الميادين. وصل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية إلى اجتماع المانحين في العاصمة النرويجية أوسلو، وذكر بيان حكومي أن شتية سيستعرض الوضع المالي الصعب الذي تعيشه الحكومة وسيدعو إلى الضغط على إسرائيل لوقف خصومتها من أموال الضرائب الفلسطينية. كما سيدعو شتية الدول المانحة إلى زيادة مساعداتها على أن يلتقي مسؤولين نرويجيين لبحث تعزيز العلاقات الثنائية. قال الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن إن مجرد التفكير في رفع الدعم الاجتماعي محرم، وأن مغالطات كثيرة شابت الإجراءات المطروحة في مشروع قانون المالية لعام 2022. وأشار بن عبد الرحمن إلى أن الدولة رصدت 17 مليار دولار للدعم الاجتماعي رغم أنه لا يستهدف الفئات المؤهلة، وشدد على أن الدعم سيوجه مباشرة إلى أصحابه في المستقبل.
نقلت الإذاعة الجزائرية عن وزير الطاقة محمد عرقاب أن بلاده مستعدة لتلبية أي طلب إضافي على الغاز الطبيعي المسال من عملائها الأوروبيين. عرقاب أكد أن شركة النفط الوطنية سوناتراك مستعدة وقادرة على الوفاء بكل تعهداتها وكذلك الطلبات الإضافية. وأعلنت الوكالة الجزائرية أن سوناتراك تسعى لزيادة حصتها في سوق الغاز الأوروبية إلى أكثر من الحصة الحالية البالغة 30%. كشفت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل في اليمن عن وجود حوالي 600 ألف طفل من الخدج يحتاجون إلى الوقود والحضانات للبقاء على قيد الحياة، وإلى أن 80 ألف طفل يمني مهددون بالموت من جراء سوء التغذية. المنظمة طالبت بتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة للتحقيق بكل هذه المخالفات. اتهم رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبي السلطات البلجيكية بالسعي إلى وضع اليد على أموال ليبية مجمدة منذ العام 2011. وقال الدبيبي إن بلجيكا تطمع في أموال الليبيين الموجودة لديها وتحاول السطو عليها بعد أن جمدت بقرار أممي. وكانت الأمم المتحدة قد وضعت أصول ليبيا واستثماراتها الخارجية تحت الحراسة القضائية إبان الإطاحة بالرئيس السابق معمر القذافي. بعد المحروقات، القطاع الصحي اللبناني يخضع لإجراءات رفع الدعم. أدوية الأمراض المزمنة شهدت ارتفاعا قياسيا وسط أزمة اقتصادية حولت رواتب اللبنانيين إلى أوراق لا قيمة لها. هذا التقرير لحسان الرفاعي. لكل داء دواء إلا في لبنان. بات الدواء داء بعد إصابته بمرض رفع الدعم، من أدوية الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة إلى حليب الرضاع. كل يخضع لقاعدة واحدة، الدواء لمن استطاع إليه سبيلا. خوفي على ابني يروح بين إيدي ومش قادر أمن له الدواء. أنا لما أشوف رجال حامل ابنه على إيده وجاي يطلب علبة حليب ويتفاجأ بسعره ويفل وابنه عم يبكي. رفع الدعم جزئيا عن الدواء وارتفعت بشكل خاص أسعار أدوية الأمراض المزمنة بنسب متفاوتة تتراوح بين 4 أضعاف إلى 9، وبات مرضى الضغط والسكر وغيرهم يسألون عن الأسعار قبل صحتهم. أنا زلمي عندي صبي عمره 25 سنة صار عنده فشل كلوي، اضطريت أنه أعمل له زرع كلوي. وصلنا لمرحلة أنه كنا قادرين نجيب الأدوية، هلأ مش قادرين ورفعوا لنا الدعم عن الأدوية. دواء سلسب كان حقه 107,000، اليوم حقه 640,000. طب أنا منين بجيب؟ يا بدي ضحي بابني يا بدي ضحي بالدواء. ما بقى في مجال، وصلنا لزيرو. خلاص عن جد خلاص. لا يزال الحد الأدنى للأجور في لبنان 675,000 ليرة، فيما يتراقص سعر صرف السوق السوداء عند عتبة 23,000 ليرة مقابل الدولار، ما يعني أن الحد الأدنى للأجور يقارب 30 دولارا شهريا. وبحسابات بسيطة يكتشف المواطن أن راتبه لا يكفي لشراء ما يكفي من حليب لطفل رضيع. الحليب تحت عمر السنة كان حقهم بيتراوح بين 12 و14 ألف، هلأ صار حقه 400 جرام 90 ألف. يعني في دواء سكر كان حقه 70 ألف صار حقه 500 ألف، في دواء ضغط كان حقه 21 ألف صار حقه 147 ألف. وبالتالي نحن بعدنا عم نحكي عن رفع دعم جزئي، فكيف إذا رفع الدعم كلياً عن الدواء؟ اللي عم نشوفه نحن قدام أزمة صحية جديدة، نحن قدام كارثة اجتماعية. إذا واحد عنده كذا دواء 2 أو 3 أو 4، يعني هدول صار بده معاش إذا قدر يكفي، ما معه بده يموت. لم يعد الوجع يقتصر على المرض وتبعاته، بل بات ينبع من العجز عن شراء الدواء لمعالجة أب أو أم أو رب عائلة أو طفل رضيع جائع فتح عينيه على وطن يتخلى عن أبنائه ويتركهم أمام موت بطيء. حسان الرفاعي، بيروت، الميادين. ناقش مسؤولون من الاتحاد الأوروبي والإمارات إنشاء منطقة تجارة حرة، وذلك وفق وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف. وكانت اللجنة الحكومية الروسية الإماراتية قد استعرضت تجارب لمناطق حرة ضمن الاتحاد الأوروبي، وأطلعت الجانب الإماراتي على سياسات نقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال واليد العاملة ضمن دول الاتحاد.
يستمر انخفاض الليرة التركية أمام الدولار إذ سجلت اليوم 10 ليرات و85 قرشا في أدنى هبوط لها على الإطلاق. واليوم خفض البنك المركزي سعر الفائدة نقطة واحدة لتصبح 15%، ما سيفاقم من خسائر الليرة التي تراجعت أكثر من 25% منذ بداية العام الحالي بسبب قلق المستثمرين من السياسات النقدية وتدخلات الرئيس رجب طيب أردوغان بعمل البنك المركزي. حذرت مبعوثة الأمم المتحدة في أفغانستان من أن الأزمة الاقتصادية التي تشهدها أفغانستان تهدد بزيادة مخاطر التطرف فيها، مشيرة إلى تمدد تنظيم داعش إلى معظم الولايات الأفغانية. وخلال كلمة لها أمام مجلس الأمن لفتت إلى أن السلطة التي أرستها حركة طالبان في أفغانستان لم تتمكن حتى اليوم من الحد من تمدد التنظيم، موضحة أن وجود داعش في أفغانستان اقتصر سابقا على عدد قليل من المقاطعات والعاصمة كابول. الوضع الحالي يهدد بزيادة خطر التطرف. إن التدهور المستمر للاقتصاد الرسمي سيوفر قوة دفع للاقتصاد غير الرسمي، بما في ذلك المخدرات وتدفقات الأسلحة والإتجار بالبشر. الشلل الراهن للقطاع المصرفي سيدفع بقوة أكبر النظام المالي للتعامل مع تبادلات غير نظامية لأموال غير رسمية، وهو أمر ليس من شأنه سوى أن يساهم في تسهيل الإرهاب والإتجار بالبشر وفي المزيد من تهريب المخدرات. هذه الآفات ستصيب أفغانستان أولا، لكنها ستصيب المنطقة بعد ذلك. طلبت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من أكبر الدول المستهلكة للنفط وأبرزها الصين، الهند واليابان دراسة استخدام احتياطياتها من الخام والسحب منها. وبدورها تدرس إدارة بايدن السحب من احتياطي النفط الأمريكي لدفع أسعار النفط إلى التراجع بالتعاون مع الدول الكبرى المستهلكة. ويقول محللون أنه ربما لا يكون لمثل هذه الخطوة أثرا على المدى البعيد، لكنها تساعد في المدى المنظور على خفض الأسعار وتحفيز التعافي الاقتصادي بعدما رفضت مجموعة أوبيك بلاس زيادة إنتاجها النفطي. هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية، نشكر لكم حسن المتابعة، نلتقي من جديد في موجز الاقتصاد ضمن نشرة الظهيرة. شكرا لحسن متابعتكم، إلى اللقاء.